أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تا
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع تغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
كلا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.